والشائعات تاريخ من الافتراء. في المثل السائر: من شب على شيء شاب عليه، ومن شابه أباه فما ظلم، وكما يقال ابن الوز عوام. وكثيرة هي الأمثلة من هذا القبيل التي تؤكد أن الفرع تبع لأصله إلا ما ندر. وبطبيعة الحال فإن الحوثي أشبه من غيره بأجداده السابقين، باعتباره فرعا خبيثا من شجرة الركس الخبيثة التي تتبع نهج آبائها وأجدادها القذة بالقذة، وكأنها نسخة عصرية منها، مع فارق استخدام الوسائل الجديدة في إجرامها ضد الشعب اليمني وهويته الحضارية. إنهم يتوارثون الإجرام خلفا عن سلف، كجبلة فطروا عليها وسلوك ارتضعوه مع لبان أمهاتهم وتنشأوا عليه صغارا، وحين أصبحت لهم مخالب تلذذوا بأنين الشعب وحنينه. وما حالهم وحال الشعب اليمني إلا كحال تلك العجوز مع الذئب في القصة التي رواها الأصمعي، أن أعرابية وجدت جرو ذئب وليدا فحنت عليه وأخذته ورعته، وكانت تطعمه من حليب شاة عندها حتى كبر الذئب الصغير. وفي يوم عادت الأعرابية إلى بيتها فوجدت الذئب قد أكل الشاه، فأنشدت تقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، وضيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. وهذا هو الحوثي: إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. لا ينفع معه الحوار، ولا ينفع معه السعي نحو السلام، ولا ينفع معه التفاوض، ولا شيء من ذلك. إن المتتبع لتفاصيل نشوء الجماعة الحوثية منذ بواكيرها الأولى يكتشف أن التكتيك الشائعات أحد أعمدتها، بل وأعمدتها الرئيسية التي قامت عليها. فلقد وضعت جميع مخالفيها بشتى فلقد وصمت جميع مخالفيها بشتى الرزايا، تارة مكررة ما تراه تهمة لها نواصب، وتارة وصم المخالف لهم بالعمالة والارتزاق أو حتى للنظام السابق. ولقد كانت موالاة النظام السياسي الجمهوري من قبل عامة الناس تهمة في حد ذاتها يطلقها الحوثيون على خصومهم على شرعية هذا النظام وعلى تمردهم هم. فيما النظام السياسي في حد ذاته حد ادعائهم عميل لأمريكا وإسرائيل، لطالما سمعنا هذا كثيرا أن النظام عميل لأمريكا وإسرائيل. وخلال سنوات من التأسيس والعمل الدؤوب لكيانهم العنصري استطاعوا إقناع الشباب من صغار السن بخرافاتهم الزائفة وأفكارهم الضالة، فأشاعوا أن الدولة كافرة مارقة، وأن رجال الدولة عملاء، وأن الأحزاب السياسية ممالئة للنظام وعاملة للخارج. وعادة ما يتأثر الشباب بهذه الشائعات والأكاذيب، خاصة مع حداثة سنهم وضحالة تعليمهم، والأهم مع عاطفتهم الدينية. زد على ذلك طبيعة المجتمع المنغلق على نفسه الذي يفتقد لنوافذ المعرفة من مدارس وكليات ونواد ثقافية ومسارح وغيرها، فكان للشائعات والتعاليم المغلوطة فعل السحر على نفوس هؤلاء الناشئة من الشباب، على حين إهمال من الدولة التي افتقدت فيما افتقدت إلى الاهتمام بالطفل وبالتعليم. بل يصح القول أنها أهملت وجودها أساسا، ونتيجة لهذا الإهمال دفع الجميع الثمن أضعافا مضاعفة، وحالهم كحال مداعب الصل كما في الإشارة الشعرية لأبي الأحرار الزبيري: ولكنه قد يقتل المرء نفسه إذا اختار صلا في الظلام يداعبه،
أحق بنا بالوحش من بات عنده وأحمق من ذي جنة من يصاحبه. والصلوا هي الأفعى طبعا. لطالما رأينا كثيرا من الشائعات التي بثها الحوثيون ضد كل فئات المجتمع على حد سواء مهما اختلف معهم أو حتى لم يختلف. على صعيد الجماعات والهيئات ابتدأ الحوثيون شائعاتهم ضد يهود آل سالم في صعدة نفسها منذ وقت مبكر، واليهود أقلية هناك على قدر عال من احترام الناس، مختلطين بالمجتمع كنسيج واحد، محترمين لعادات الناس وتقاليدهم، ولديهم صدق انتماء لتربة وطنهم كأي يمني. ولأنهم غير متوافقين مع الحوثي فقد قام الحوثيون بترحيلهم من مساكنهم قسرا، وقد أشاعوا في العامة من الناس أن اليهود ينشرون الرذيلة في المجتمع، وأنهم يصنعون الخمور ويبيعونها للمسلمين فيفسدون الشباب. فلاقت هذه الشائعات صمت وتساهل النظام السياسي، وهو خطأ كبير وقعت فيه الدولة، إذ كان من المفترض أن تحمي الدولة رعاياها مهما اختلفت دياناتهم أو تياراتهم أو مذاهبهم. الشائعات الحوثية ضد السلفي دماج، كما تناول الحوثيون اليهود بالشائعات كذلك نالت الشائعات سلفي دماج من أهل الحديث في ذلك المركز، ومعروف عن هذه الجماعة ابتعادهم عن السياسة وابتعادهم عن كل المثيرات السياسية بشكل عام، وانكبابهم على تعلم القرآن الكريم وعلى الحديث الشريف وما يتصل بهما من علوم أخرى. فأشاع الحوثيون أن هذه جماعة تكفيرية وفيهم عناصر من تنظيم القاعدة، وأنهم عملاء المملكة العربية السعودية. ومرة أخرى انطلت الشائعة أو جزء منها على الأقل على كثير من الناس وعلى بعض قيادات الرأي العام والحقوقيين، فتم الاعتداء على هذا المركز بشبابه وشيوخه ونسائه بحصار المركز لمدة 4 أشهر، وانتهى أخيرا بالتهجير في مأساة إنسانية لا يزالون يعيشونها إلى اليوم. كذلك الشائعات الحوثية ضد قبيلة حاشد ومشايخها، بعد طرد يهود آل سالم ثم السلفي دماج أصبحت صعدة وما حولها تحت سيطرة الجماعة الحوثية بصورة كاملة، الأمر الذي أطمعهم أن يواصلوا زحفهم جنوبا باتجاه عمران فصنعاء. وكان مشايخ آل الأحمر وآخرون أكبر عقبة تواجههم في محافظة عمران، فبدأوا بتكتيك شائعات آخر أنهم ضد القوى التقليدية التي لا بد من إزالتها، مستغلين الخلافات القبلية بين بعض رموز قبيلة حاشد وبين آل الأحمر، إضافة إلى بعض المحسوبين على المثقفين الذين لا يروق لهم ثقافة المشيخ أو طبيعة القوى التقليدية، فتعاطفوا معهم أو على الأقل سكتوا ضد شائعاتهم. ومرة أخرى انطلت الشائعة على أبناء حاشد وبكيل بعد أن انطلت على السلفيين ثم على يهود آل سالم. تبعتها شائعات الحوثية ضد الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان، شائعة جديدة تواصلت بعد أن سيطر الحوثيون على صعدة ثم عمران، تواصلت معها الشائعات، وقد أصبحت صنع هدفهم الأكبر الذي اقتربوا منه. فنشروا شائعاتهم وسخروا كل أجهزتهم الإعلامية ضد الفرقة الأولى مدرعة المحسوبة على اللواء علي محسن صالح الأحمر، وعلى جامعة الإيمان التي رأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني، واستطاعوا إقناع النخبة السياسية بصنعاء من مختلف المكونات والاتجاهات بأنهم لا يريدون سوى إسقاط هاتين المؤسستين فقط لثأر قديم بينهما، ولأنها واكر من أوكار المتشددين حد قولهم. وانطلت التهمة مرة أخرى وواصلوا ونجحوا فيها، ووقع المثقفون والسياسيون في الفخ أيضا مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولم ينتبهوا للشائعات الأولى التي سبقتهم. جاءت بعدها الشائعات الحوثية ضد تعز وعدن والبيضاء، وقد أصبحت صنعاء تحت أيديهم. سيطر الحوثيون على صنعاء بجميع مؤسساتها، فغادرت البعثات الدولية وسفارات الدول الشقيقة والصديقة العاصمة كونها لم تعد آمنة. ثم بدأ الحوثيون يشيعون أن القاعدة وداعش في تعز وإب وعدن وإلى آخر، وأنهم انفصاليين
انفصاليون إلى غير هذه الشائعات التي انطلت ربما عن البعض، ومن هناك تحركوا لغزوها كما غزوا سابقا صعدة وعمران وصنعاء وغيرها من المدن. وتوالت الشائعات أيضا مؤخرا ضد قيادة الشرعية بأنهم عملاء، ثم ضد المملكة العربية السعودية ودول الجوار كذلك بأنهم عملاء، ولا تزال الشائعات الحوثية مستمرة كنهج سياسي مستمر تنطلي للأسف بعض كلماته أو بعض معانيه أو بعض أفكاره على البسطاء والعامة من الناس للأسف الشديد.